اقول للناس لو عنك يسالوني. غناها عبد الجبار الدراجي وكلماتها فسرت لسان حال بعض الجهات السياسية وانتظارها لقرار المحكمة الاتحادية بتحديد قانونية جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس البرلمان وإمكانية إبطال أصواتها قبل لا تدخل على الخط حوارات وتفاهمات تقود مخطط مرسوم توافقية لاختيار مرشح يهدي النفوس ويكسب الأصوات بأريحية ويعيد تأهيل المتضرر من أركان البيت الشيعي بعنوان النار تخلف رماد. مثلاً جلسة مجلس النواب اللي رفعها رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي بعد خلافات على المرشحين لرئاسة البرلمان تنتظر قرار من المحكمة الاتحادية العليا حتى تحدد مصيرها على طريقة لو بالهدف لو بالنجف. والسبب أعضاء بالبرلمان وبمقدمتهم النائب يوسف الكلابي رفعوا دعوة قضائية بها مطلبين، الأول بطلان ترشيح شعلان لكريم لرئاسة مجلس النواب وثانيها إصدار أمر ولائي بإيقاف الجلسة لحين حسم الدعوة. صحيح ملف القضية تسلم للمحكمة الاتحادية قبل أكثر من 8 أيام لكن المحكمة لحد الآن لا فتحت باب المناقشة ولا حددت موعد رسمي للمرافعة، ليش؟ الله أعلم. بس دقيقة، بعض الجهات فسرت الأسباب وقالت القضية تحتاج صبر ودراسة لأن القوى السياسية عندها تحركات مستمرة لحسم منصب الرئيس بالتوافق حتى لا تنعاد سالفة الكريم وعمليات بيع الأصوات، والدليل اجتماعات مستمرة تقودها بعض الجهات لتسوية المواقف واختيار مرشح صفحتها تكون بعيدة عن الجدل والاتهامات. لكن الاجتماع اللي عقد تحالف تقدم ويا غريمة تحالف العزم شنو قصته؟ لأن المعلومات المسربة تقول رئيس تحالف تقدم عرض على العزم تسوية بها بابين، الأول دعم مرشح من تقدم والثانية جمع الأصوات بجعبة مرشحهم محمود المشهداني حتى يبعد المرشح صاحب الحظوظ الأقوى سالم العيساوي من ساحة المنافسة، والسبب الحفاظ على سلطته بالأنبار. بس دقيقة، السيد العيساوي عنده أصوات من القوى الكردية مضمونة وجوز شركاء تحالف العزم بالإطار التنسيقي من توصلهم خطوات الاتفاق بين الحلبوسي ورئيس العزم مثنى السامرائي أصواتهم تلتحق بالعيساوي حتى لا تنعاد تجربة الخلافات وشق عصا القوى الشيعية اللي صارت بجلسة التصويت على شعلان الكريم. يعني مو كل مرة تسلم الجرة. لكن المعلومات اللي وصلتنا كشفت عن سحب ترشيح شعلان الكريم من قائمة المتنافسين على رئاسة البرلمان، وكملتها تحالف تقدم سلم الإطار التنسيقي قائمة جديدة بها أسماء 5 مرشحين أبرزهم النائب عبد الكريم عبطان، وختمتها جلسة البرلمان يمكن تنعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي حتى إذا تأخرت المحكمة الاتحادية بإصدار قراراتها. بس دقيقة، سالفة التحقيق بعمليات بيع أصوات النواب بالجلسة السابقة وين صارت؟ لأن هيئة النزاهة شادة حيلها ونياتها واضحة بكشف الجهات اللي سلمت المبالغ والنواب اللي صوتوا على طريقة الدفع المسبق، هاي عرفناها. لكن الاعتصام على أبواب مجمع محبة واحد السكني بمنطقة البياع بالعاصمة بغداد شنو قصته؟ لأن أكو مجموعة أشخاص رافعين رايات العشائر نظموا اعتصام قرب بوابة المجمع وعطلوا عمل الشركة المنفذة، والنتيجة شعارات وهتافات أرهبت أكثر من 30 موظف يعملون بالمجمع، والحجة عندهم مبالغ مالية بذمة صاحب الشركة المنفذة لمجمع المحبة بدعوات ما بها لا قرارات قضائية ولا شكاوى من الأجهزة الرسمية. بس دقيقة، بعض المعتصمين أطلقوا شعارات يدعون بها الانتماء للتيار الصدري بأصوات وصلت لأغلبية سكان المجمع بغايات معروفة أهدافها. لكن سالفة الاتهامات والاعتصام على بوابة المجمع بيها رسائل سلبية تأثيراتها يمكن توصل للمستثمرين وتعطل عجلة الاستثمار بالعاصمة بغداد. يعني اختيار رئيس المجلس النواب يمكن سالفتها تنحسم بالأيام القريبة وباتفاقات وتفاهمات بين أهل الحل والعقد حتى بعدها نقعد ونسمع.